حنا كساكنه جهه سوس مسا كنطلبوا لجلاله الملك الشفاء العاجل. في الحقيقه تلقينا الخبر ديال المرض ديال سيدنا سيدي محمد نصر الله، وبهذه المناسبه كنتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يعطيه صحيحته ويرجع للشعب ديالو ان شاء الله سالما غانما. الله يعطيك الصحه والله يرجعك لينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. جماعه عيت ملول، وحنا كساكنه نتمنى الشفاء العاجل لجلاله الملك. السلام عليكم. تلقينا بهذا الخبر هذا ديال المرضى ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكنطلبوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. الله يشافيه. احنا نتمنى بالفعل، نتمنى واتمنى من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ونتمنى ان يعود الى صحته والى شعبه والى مواطنيه، وان يعود كما عاهدنا وعودنا دائما بابتسامته المعهوده. نحن في امس الحاجه الى صاحب الجلاله، نحن في امس الحاجه الى حكمته ورصانته وقوته وقدرته على خلق التفاعل الايجابي دائما مع المواطنين، وعلى ان يكون دائما هو رائدنا وهو القادر على فعل ذلك. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى مره اخرى ان يعجل بشفائه في اقرب وقت ممكن. انا كمغربي وكغيور على بلادي وكغيور على ملكي، ما يمكن ان نتمنى ليه الشفاء العاجل، لانه الرجل الذي يحب الفنان والمثقف والمغربي، فالله يشافيه والله يعافيه، لان المرض ديالو هو المرض ديالنا وصحته هي صحتنا. قد ما هو كان صحيح، قد ما المغرب غادي مزيان، ولولاه ما يمكنش نوصلوا لهاد النتائج اللي وصلنا لها. أتمنى الشفاء العاجل لسيدنا سي محمد السادس الله ينصرو. الله يخلي لنا ملكنا، الله يخلي لنا هاد البلاد الحمد لله بأمان وبطمئنان. وعزيز عليا الملك ديالنا، أنا كنحبو وعارفة بأن الجمهور كله المغاربة كلهم كيبغيوه. سمعنا بأن شداته كورونا، حتى أنا جاتني كورونا، داز دغيا، لأن هاد الكورونا الأخرانية ما بقاتش صعيبة كيف كانت، ما كنحسوش حتى بها. ونتمنى ليه الشفاء العاجل ويكون بصحته وبسلامته ونمنو دخوا. كيف ما في الأواني الأخيرة سمعنا بلي جلالة الملك تصاب المرض اللعين اللي هو كوفيد، وكنتمناو له الشفاء العاجل لأنه الأب الروحي ديال المغاربة كاملة والأب ديالنا، وكنتمناو لجلالة الملك الشفاء العاجل والمغاربة كاملين راه كيدعوا معاه، والله ينصر سيدنا والأسرة العلوية والأمة المغربية تبقى مجمعة. السلام عليكم. هي المناسبة يعني ثقافية فنية، ولكن ديما كنستحضروا سيدنا في أي ظروف يعني اللي كنعيشوها في الوطن. سيدنا عايش معنا ديما، معنا في قلوبنا. نتمنوا ليه الشفاء العاجل، الله ينصر سيدنا، وهذه وعكة صحية غادي يستمر إن شاء الله بخير. وسيدنا راه يقدر يتجاوز جميع أي الأزمات. الحمد لله غدا ولا بعدا غنسمعوا بخير ونسمعوا دازت الأمور، والله ينصر سيدنا والله يشافيه.